لا يختلف اثنان على قدرات هاني العجيزي الهجومية التي فرضت نفسها على الجميع، حيث كان مطمعا لكل أندية الدوري خلال تألقه اللافت للنظر مع بلدية المحلة، لكنه اختار النادي الأكثر استقرارا وجماهيرية وبطولات، ألا وهو نادي القرن الإفريقي الأهلي. قدم العجيزي مستوى مميز مع الأهلي خلال الفترة التي ارتدى فيها الفانيلة الحمراء، حيث اتسم بالأناقة داخل الملعب وخارجه. يعد هدفه في مرمى برشلونة الإسباني هو الأشهر له منذ فترة ليست بالبعيدة. أسدل هاني العجيزي مهاجم الأهلي السابق الستار على مسيرته الكروية، معلنا اعتزاله ساحرة المستديرة، متجها لعالم التدريب عبر بوابة الناشئين بنادي سموحة. يعد هاني العجيزي من ناشئ الزمالك قبل أن يلعب للأهلي في الفترة من 2008 إلى 2010، ثم انتقل للاتحاد السكندري، لعب بعد ذلك لأندية سموحة، الإنتاج الحربي، الرجاء المطروحي. تمكن العجيزي من الظهور بمستوى جيد مع كل الأندية التي لعب لها، لكنه خلال تلكم المسيرة الناجحة مع كرة القدم لم ينسى حبه وإخلاصه للفانيلة الحمراء على طول الخط. كان أحد المدافعين عن الكيان الأحمر والرافضين دوما لأي إساءة لجماهيره ومسؤوليه.